اهلا بكم في قناه هدى جد للكروشيه والاعمال اليدويه. برحب بكل متابعي القناه. لو اول مره تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يسمع. حبايبي ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. المشروع بتاعنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين كده كوفيه. الكوفية دي هي علشان خاطر أولادنا، هي تنفع بناتي وتنفع كمان أولادي. الكوفية بتاعتنا النهاردة هتلبس من سن 5 لـ10 سنين وممكن أكتر كمان، يعني ممكن 11 سنة على حسب ما أنت هتعملي الطول بتاعها والعرض كمان. كوفيتنا النهاردة سهلة جدا زي ما حضراتكم شايفين، في منتهى الجمال. ده الوش والظهر بتاعها، هي شكلها روعة. كوفية كمان سهلة جدا جدا بغرزة بسيطة قوي قوي، غرزة السلسلة وغرزة الحشو، وكل أصحابي المبتدئين هيقدروا ينفذوها معايا خطوة بخطوة إن شاء الله. الكوفية بتاعتنا النهاردة هنمشي بالعرض، هنعمل سلسلة بطول العرض اللي احنا عايزينه على حسب المقاس. انت عايزة مثلا طول الكوفية 100 يعني متر، تمام كده، هتمشي بعدد من السلاسل وهتبقى مضاعفات رقم 2. يبقى انا همشي السلاسل بتاعتي مضاعفات رقم 2، يعني في الاخر انا عايزه السلاسل بتاعتي تكون عدد زوجي زي 100 سلسلة، 110، 120، 106، الارقام دي كلها، تمام كده. هتقيسي بالمزورة السلاسل اللي انت هتعمليها وهتشوفي على حسب الطول اللي عايزه تعمليه، تمام كده. دي الكوفيه بتاعتنا، تمام. هي في الحقيقه كلها الوان متداخله، لو عندك اي بقايا خيوط هتنفع معاكي حلوه قوي قوي، تمام. دي الخيوط اللي انا اشتغلت بيها الكوفيه بتاعتي، هي اليزي سكرين بيبي، تمام. مش محتاج تجيبي طبعا خيط مخصوص طبعا، الا اذا لو انت عايزه تعمليها بلون واحد، تمام. لكن بصراحه هي جميله قوي قوي، واولادي او بنوتاتي كمان شكلها جميل ومفرح كده للبنات. طيب انا استخدمت ابره رقم 5، تمام، والمقص بتاعي عشان خاطر اقص الخيط. ويلا بينا نبتدي على طول ونشوف ايه هي الادوات. هنركن دي دلوقتي وهجيب اي لون خيط كده، خلينا في اللون الفاتح دوت علشان خاطر يبان في التصوير. هنخلي دي كده هنا. اول حاجة هنبتدي نعمل عقدة البداية بتاعتنا، وهنسحب كده اهو، تمام. اول حاجة عايزة اقولك سيبي مساحة من الخيط، تمام، يعني في حدود كده لعمل الشراشيب، تمام، يعني في حدود تقريبا 15 سنتي، تمام كده. وبعدين ابتدي اعملي عقدة البداية بتاعتك بالشكل دوت. وبعدين هعمل عدد من السلاسل زي ما قلت، 1 2 من مضاعفات رقم 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام كده. عملت 10 سلسلة، ده هيبقى نموذج للغرزة بس بتاعتنا. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة كارتفاع، خلاص، وهبتدي ادخل في كل بقى. هنا في اول غرزة تقابلني انزل اعمل غرزة حشو بالشكل دوت، بعدين اخد غرزة واسيب غرزة هنا مش هشتغل فيها، هاخد الغرزة اللي بعدها بالشكل كده، بعدين غرزة وهسيب تحتها غرزة مش هشتغل فيها، هدخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط اعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلة وهسيب غرزة مش هشتغل فيها اللي بعدها دي، هدخل في اللي وراها
اعمل غرزة حشو واخد سلسلة وهسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها، عملت غرزة حشو وبعدين سلسلة وهنسيب الغرزة دي وندخل في اخر غرزة بالشكل دوت، نعمل غرزة حشو بالشكل ده. تمام، ده كده انا كونت عندي اول سطر زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، في هنا لو انت هتستخدمي لون واحد من الخيط هتكملي عادي، هاخد غرزة تمام وبعدين الف الشغل كده وانزل فين، في اول غرزة هتبني اللي تحتيها السلسلة كده واخد الغرزة بتاعتي، ده في حالة لو انا هشتغل بلون واحد. طيب دلوقتي انا مش عايزة اشتغل بلون واحد، فانا هاجي كده هنا في اخر غرزة عندي الاخيرة، وزي ما احنا عارفين ومتعودين هنزل اسحب الخيط تمام كده هوت، وبعدين زي ما قلت هسيب خيط مساحة كده كافية بالشكل دوت علشان خاطر اجيب اللون التاني، فليكن ده نفس الموضوع برضو، هحاول اسيب كده نفس الطول بتاع الخيط وهنعمل عقدة البداية بالشكل دوت. اوكي، واسحب اللون الجديد بتاعي تمام كده، هنا هشد الخيط ده عشان بس اقفل الغرزة بتاعتي بالشكل كده تمام بس، وبعدين هاخد غرزة واحدة ارتفاع وهنلف. شايفين هنا حضراتكم هنلاقي هنا فراغات في غرزة حشو وبعدها سلسلة، غرزة حشو وبعدها سلسلة. طب انا هنا خلاص كده خدت الغرزة بتاعتي تمام، هاجي جوه بقى جوه الفراغ اللي هو كان عاملينه سلسلة في الدور الاول، هنزل تحتيه واخد غرزة حشو وبعد كده اخد سلسلة واجي هنا اهو باين الفراغ بتاع غرزة السلسلة اللي خدناها في السطر اللي قبله، وبعدين غرزة حشو سلسلة اقصد، واجي للغرزة اللي بعديها هندخل نعمل غرزة حشو وبعدين سلسلة، والغرزة اللي وراها غرزة حشو بعدين سلسلة، وهنيجي هنا نفتكر كده ان احنا كان عندنا في غرزة سلسلة اللي بناخدها عشان خاطر نلف، اهي اخر السطر تمام. طيب هنا انا كده خلاص خلصت اهو، خلصت اللون التاني. طيب هغير اللون، يبقى عند هنا عند الخطوة دي وهتوقف عشان خاطر اغير اللون الجديد بتاعي، فليكن هنجيب اللون دوت وبرضو هنيجي هنا هنسيب كده مساحة من الخيط، وهنا برضو هسيب الجزء دوت من الخيط، وبعدين هنعمل غرزة البداية بتاعتنا بان احنا بنسحب الخيط كده، وبعدين هروح سحباه بالشكل دوت وهنا هسحب كده تمام، هاخد الغرزة السلسلة بتاعتي ونلف الشغل علينا. طيب بعد كده هنعمل ايه، هدخل هنا هاخد اول غرزة حشو بعد كده سلسلة، وهنا في الغرزة رقم 2 لا دي هنا اهو، هي بعدها كده هاخد غرزة حشو وبعدين سلسلة
غرزة حشو سلسلة، غرزة حشو سلسلة، غرزة حشو سلسلة، وهنا عند آخر واحدة غرزة حشو. دي كانت آخر واحدة. بعد كده أنا قبل ما أخدها برضو عشان خاطر هغير الخيط، فإحنا هنيجي هنا كده وهنا زي ما قلنا هنقص الخيط كده ونسيب مسافة للشراشيط، وهنجيب اللون الجديد بتاعنا هنسيب برضو في أوله مسافة كده، ونعمل غرزة البداية بتاعتنا ونسحبها، وكده يبقى طلعنا باللون الجديد. هاخد سلسلة وألف الشغل وهنزل في أول فراغ سلاسل، أسحب كده وأعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلة من الفراغ اللي بعده. بعد كده السطور هتبقى واضحة جدا، يعني هو كان يمكن الأول سطر وتاني سطر بس هو اللي كان يعني شوية ممكن تلاقي فيه صعوبة، لكن بعد كده خلاص الشغل بيوضح وبتشتغلي بكل سهولة. سلسلة من الفراغ بتاع السلسلة أخش أعمل غرزة حشو سلسلة، وهنا هوت برضو في آخر فراغ دخلت سحبت الخيط، وكالعادة برضو هبتدي ايه اعمل ايه اغير الخيط بتاعي. تمام، لو احنا خلاص خلصنا هناخد الغرزة بتاعت التأمين بتاعتنا ونقص الخيط كده، ونفضل بقى نرتفع بالادوار لغاية لما نوصل لعرض الكوفية المناسب بتاعي زي العرض ده كده. تمام، يعني انا ارتفعت كده سطور فوق بعض، تمام، رايح جاي لغاية لما وصلت للعرض بتاعي المناسب وخلصت. طيب احنا خلصنا، هاجي بعد كده هتيجي تجيبي بقى اللي هي الخيوط اللي سايبة دي، هنمسك كده كل فتلة مع الفتلة التانية ابتدي اربطها في بعض بالشكل ده، ممكن ربطة وممكن ربطتين كمان بالشكل دوت. تمام، وهنا دي في اللي بعدها عشان خاطر امسك الخيوط مع بعض، وخلي بالي ما شدش علشان خاطر ما تكلكعش مني بالشكل دوت. معلش هو ده بس مثال كده توضيحي، لكن الكوفية اهيت كل شرشوبة همسك واربط الاطراف بتاعتها، الفتلتين اللي ورا بعض التانيين اهو، بالشكل دوت. بعد كده اهوت هتيجي تساوي بقى، هتحطي الاتنين على بعض كده وهتشوفي الطول اخر طول ليهم مناسب، وهنقص الخيط بتاعنا عشان تبقى الشراشيب منتظمة.
تمام. ده كان النموذج بتاع الغرزة بتاعتنا. هنيجي هنا اهوت، دي بقى الكوفية اللي احنا شغالين فيها. انا هكمل معاكم سطر، فليكن باللون، خلينا باللون الفاتح ده. هنعمل ايه؟ سيبنا برضو مسافة من الخيط، وعملنا غرزة البداية تمام كده. انا هنا هوت على طول هبتدي اشتغل، لاني هنا انا كنت فاصلة الخيط تمام. هبتدي في اول غرزة كده على طول، بعمل الغرزة بتاعتي تمام، وبعدين هرتفع سلسلة عادية خالص، وهيجي هنا في مكان المكان وسلسلة، واخد غرزة حشو، بعدين سلسلة هنا. شايفين حضراتكم غرزة الحشو اهي باينة، انا مش بشتغل فيها، انا بشتغل في الفراغ اهو اللي بين، او شايفين حضراتكم في فراغ اهو بتاع السلسلة ده، هو ده اللي انا هنزل جواه واشتغل غرزة الحشو بتاعتي، واخد سلسلة، والفراغ هو التاني غرزة حشو سلسلة، غرزة حشو سلسلة. شايفين هنا بقى الشغل لما ارتفعنا بيه، الشغل سهل ازاي، والغرز كمان باينة معايا واضحة زي ما قلتلكوا. الكوفية سهلة جدا، غرزتها بسيطة قوي، بمجرد ما انت بتعرفي تمسكي الابرة وتعرفي تعملي غرزة السلسلة وغرزة الحشو، مش محتاجة اكتر من كده، وتقدري تنفذي احلى كوفية علشانك او علشان ابنك او بنتك. الطول المناسب واللون طبعا اللي انت تفضليه. هنفضل نستمر كده، غرزة حشو سلسلة، انا كده شغالة بالعرض. هتفضلي رايحة جاية بالسطور لغاية عرض الكوفية المناسب ليكي. شايفين بكل سهولة، مفيش اي صعوبة خالص. بالشكل ده شايفين حضراتكم شكل الغرزة جميلة ازاي، والكوفية الوانتها جميلة وشكلها مفرح. ده الظهر بتاعها وده الوش بتاعها، ونكمل لغاية نهاية الكوفية تمام. وزي ما قلت لحضراتكم الاطراف بتتساوى تمام، مفيش اي مشكلة خالص. كوفية جميلة، ما خدتش وقت خالص مننا، وخلصت بسرعة قوي قوي، وفي منتهى الجمال ومنتهى الشياكة، وكمان بتدفي جدا جدا. بكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اتمنى يكون الشرح كان سهل عليكم وواضح، ولو في اي اسئلة ياريت تكتبولي في الكومنتات، وانا تحت امركم، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.